التمثيل والله دائما عم يعرض علي مشاريع تمثيل وبدرسها اوقات اوقات هيك بتحمس شوي برجع بهدوء مثل ما بتقولوا بهدوء اعصابي برجع بفرمل حالي شوي برجع بفكر ما بعرف يمكن انا بقول يعني انا خايف من هذه التجربه رغم كل العروض اللي عم تجي بس ابقى خائف من هذه التجربه وخائف على مساري المهني بالاعلام اللي صنعته واللي حققته اللي انجزته تختي بحكيها وين ما كان حتى لما كنت في الام بي سي كنت اتكلم عن الجمهور المصري وعن مصر بنفس المشاعر ونفس العواطف والناس لما حبوني في مصر حبوني لما كنت باني على الام بي سي فما لهاش علاقه لكن تمي ربيع الله يبارك انا ما سمي بقول دائما ما سمي بالربيع العربي هذا وصل الى فشل ذريع هذا ما كنت اخاف منه انا كنت اتامل بربيع حقيقي ولكن لم يحصل الربيع الحقيقي صدر هذا الربيع في كثير من الدول العربية يعني لكن الحمد لله الحمد لله والحمد لله الحمد لله مصر خرجت عن هذا الإطار وإن شاء الله مصر هي بترجع الربيع العربي الحقيقي.